الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. وبعد الفقرتين مع فقرة كابتن خالد جيب والحديث عن كرة القدم، دلوقتي هنتكلم على الألعاب الأخرى. الألعاب الأخرى هي ألعاب النادي بكل اتجاهاتها، بنحاول نجيب لكم كل الأخبار في كل ملاعب النادي الأهلي. عارف تبقى الأخبار فقط الأخبار قليلة، لكن الأخبار بتكون سريعة شوية، بنحاول نجيب آخر الأخبار في النادي الأهلي اللي بتحصل في ساعة الوقت أو ساعة طلوعنا على الهواء عشان نطلع الأخبار الأخرى. أول خبر معانا النهاردة من ملعب كرة اليد وفوز النادي الأهلي مواليد 98 فريق المرتبط على نادي الطيران، فاز على نادي الطيران 32-20. الماتش كان قوي جدا، الفريق بيمرنه كابتن يحيى يوسف، فريق الأمل بالنسبة للنادي الأهلي، في حوالي 7-8 لعيبة منتخب مصر في الفرقة دي. ده النادي الأهلي بيعدهم للمرحلة الجديدة عشان يطلع للفريق الأول. مواليد 98 او فريق اليد عندهم مباراه يوم الثلاثاء الجاي مع بترول اسيوط في دوري المرتبط اللي هم ماشيين فيه اول الدوري. تاني خبر عندنا كره السله سيدات، اللي كانوا لسه موجودين معانا كل الفريق الحلقه اللي فاتت واحتفلنا معاهم بالفوز بدوري المرتبط، بداوا مرحله جديده وهي المرحله اللي هي بطوله السوبر للسيدات. فازوا على نادي الغابه 64-32، دبل سكور. النادي الاهلي داخل بقوه ما شاء الله، كابتن ايهاب الالفي واللاعبات زي ما كنا شايفين المره اللي فاتت كانوا بيقولوا ايه عن الاحداث، وكان بيقولوا ايه عن اللي جاي. المباراه دي اتلعبت في الملعب صاله الشهداء في اهلي الجزيره، وسيدات السله ان شاء الله باذن الله بيسعوا تماما على حصد الاربع بطولات مره اخرى السنه دي عشان يبسطوا ويمتعوا جماهير النادي الاهلي. المباراه الاهم والاقوى بالنسبه لفريق كره السله للرجال، كابتن طارق خيري بيستعد لمباراه قويه جدا مع نادي اتحاد السكندري. نادي اتحاد السكندري نادي كبير في كره السله، عنده كسب البطوله العربيه في اول السيزون، وده فاينل دوري المرتبط 24-25 الاسبوع اللي جاي في الاسماعيليه. ده نهائي دوري المرتبط، كان السنه اللي فاتت الاهلي يعني حصد اللقب. طارق خيري شغال على الفيديو وتقطيع اللاعبين وتقطيع المباريات عشان يوري النقاط الضعف والقوة في فريق اتحاد السكندري. فريق اتحاد السكندري فريق كبير في كرة السلة، فريق بقول لكم لسه كسبان البطولة العربية في لبنان، وكانت بطولة قوية جدا جدا جدا، وهي دايما نادي اتحاد السكندري نادي عريق في كرة السلة. الأهلي طلع للنهائي بعد ما تغلب على سبورتنج في الدور قبل النهائي، والاتحاد صعد للمباراة النهائية بعد فوزه على نادي الجزيرة. هنروح لكابتن للخبر اللي بعد كده، كابتن سيد لاشين عضوا بلجنه اللاعبين باللجنه الاولمبيه. اعتمدت اللجنه الاولمبيه تشكيل لجنه اللاعبين اللي هي اللجنه اللي بتقرر مع اللاعبين وبتوصل صوتها للجنه الاولمبيه. لجنه اللاعبين كانوا من 9 أعضاء، اعتمدوا سيد لاشين تنس طاوله، ايا ميدني اتحاد الخماسي، دعاء الغباشي اتحاد الطايره، عبير عيسوي التايكوندو، وعلاء ابو القاسم من السلاح، ورمضان درويش من الجودو، ورامي عاشور سكواش، محمد ايهاب رفع اثقال، وهاديه حسني الريشه الطايره. ليها تعقيد، 9 لاعبين منهم اتحاد جماعي واحد وهو كره اليد، كره الطايره. وكره اليد اللي حقق انجازات كثيره، في تساؤل مهم جدا بنساله اللجنه الاولمبيه، اللي حقق وانجز اتحاد كره اليد على مدار تاريخه مش موجود منه ولا لاعب. هو تساؤل هنا بيقول ان في 9 لاعبين ولاعبات منهم 8 ألعاب فردية ولعبه واحده العاب جماعيه. انا شايف من وجهه نظري انت كده الموضوع يعني في مشكله. اعتقد ان المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد اعترض على هذا القرار واتكلم عليه وقال ان احنا لازم نكون متواجدين جوه اللجنه الاولمبيه، جوه لجنه اللاعبين باللجنه الاولمبيه. هنروح لاخر قرار، اخر قرار قرار محكمه، والقرار المحكمه ما بنتكلمش عليه ولا بنعلق عليه، بنقوله بس. محكمة استئناف القرار تقضي ببطلان انتخابات هشام حطب رئيسا للجنة الأولمبية. قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ببطلان قرارات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية والمنعقدة في 1 يونيو 2015، كان ده النهاردة، وبطلان كافة قرارات في إسقاط عضوية المستشار خالد زين. كما جاء في القرار بطلان انتخاب المهندس هشام حطب كرئيسا للجنة بدلا من خالد زين وما ترتب عليه ذلك من اثار. احنا لا تعليق على الخبر، احنا كنا بنحاول نتواصل مع اللجنه الاولمبيه، ما حدش بيرد. اعتقد كان بيتواصلوا مع الاستاذ ممدوح الششتاوي اللي هو مدير اللجنه او مدير تنفيذي اللجنه الاولمبيه، حاولوا يتواصلوا معاه عبر التليفون وهو ما ردش، لكن احنا قلنا الخبر خبر لا تعليق، ما بنعلقش قرارات على قرارات المحكمه، لكن هو التساؤل في قرار محكمه، وفي النهارده مع قانون الرياضه الجديد بيقول ان في محكمه رياضيه. ايهما هيمشي الكلام الوضع اللي جاي؟ الله اعلم.
هنشوف ان شاء الله باذن الله في المرحله الجايه ايه اللي هيحصل. هنخرج لفاصل وهترجعوا لنا ونستقبل الضيف الكبير بطل العالم كابتن كريم عبد الجواد، والفوز والكلام عن لعبه الاسكواش وبطولاته وانجازاته في المرحله الاخيره وبالذات بطوله البلاك بول اللي فاز، وهي دي اكبر بطولات العالم كان متواجده لسه خلصانه معتريه من اسبوع، ومعاه المدير الفني ورئيس جهاز كره ورئيس جهاز الاسكواش بالنادي الاهلي كابتن ناصر زهران.